أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما بالك يا بلادي. اليوم شوفوا مع بعضنا حاجة حلوة ياسر بنينة قليل من العباد تسمع بها، اللي هي عصيدة الفصدق. شنو في عصيدة الفصدق؟ نطيبوا كريمة فصدق ومن بعد فوقها كريمة العادية، كريمة البيضة كيما عصيدة البفريوة والزقوق. شنو عندنا كوم انغريديون؟ 250 فرينة، 500 غرام فصدق مرحي بعد ما تحمر نرحيوه لين يولي بات ليس. برشا نسي تقول لك الفصدق ما يوليش ليس، الفصدق ما يولي ليس الا كي نرحيوه نزيدوه شويه زيت باش يولي هكا جريء. معاهم 250 سكر، هذوما للفصدق. لكريمتنا العاديه نستحقوا لتر حليب، حكه حليب كونسنتري، 4 عظمات و4 مغارف نشا. ديما لكريمتنا العاديه على كل مغرفه نستحقوا لها مغرفه نشا. نبدأ من بعضنا باش نحضروا الفستق. ناخذوا فوي الإدرة ماء، نحلوها مع الفارينة. جيب الفارينة نغربلوها، دونك لتر ماء معها 250 فرينة، نخلطو هكا بالكدا باش يتنحاوك الكعبر ونحطوها على الغاز. هما مزالو كعبر صغار، نحلوهم بالقدا، نحلوهم من لها تحلت. ناخذو الفستق والسكر، نستناوه يسخن شويه من بعد نزيدو معاه الفستق واخر حاجه السكر، خاطر ديجا السكر ديما في العصيده نحطوه اخر حاجه خاطر يغمق في لون الحاجه، سواء في الفستق سواء في البفريوه سواء في الزقوق. حتى اللي يتفرجوا فيا يقولوا علي ما نعملوش عصيدة بندق، نفس بروسيدور كيف كيف بندق ترحيه لين يولي زيت، وكيف كيف إترا ماء عليهم 250 فرينة 150 سكر، وقد ارطل الفصدق تعمل ارطل بندق. نزيدوا الفصدق، نخرج من النار، نحلو الفستق بالكدا، ديجا الريحة طلعت، ريحة الفستق ياسر بنينة. سي بون، نرجع النار، نزيدو السكر. مثلا في عصيدة البفريوة، البفريوة نزيدوها عطر شاي، أما في الفستق ما نزيدوش خاطر كي نحطو العطر شاي ما تعمل عطر شاي باش يطغى، دونك نخليو الفستق أكا هاو باش كي تيب واحد ياكلها ياكل كان مطعم الفستق من غير عطر شاي. مادام هي زادت هكا عقدت شوية، نحضرو الكيسان متاعنا. يزيدنا من الكونسيبت كلاسيك العصيدة ديما في صحفة صحفة صحفة، دونك اون بريفير نحطوها في دي فيغي ونجمو نغطيوها ونحطوها في الجدار حتى نهارين ثلاثة شي ما يجرالها.
ديجا العصيدة بدات تتلم. ترى كي تجربوها كي الفستق يبدا يلم في بعضه تحس حتى الفويت رزان. حتى كان ما عندكمش فويت تجمو سباتولا بوا تبدا بلات. نخلطها بالكدا كما تشوفوا خرجناها اور دو فو بس تحركت. طبعا نرجع جوست تبقبق انت جوسكا ايبولوسيون ونطفي عليها ونحطها في الكاس. كما تشوفوا فيها لا هي مكعبره لا حتى شيء. انتوتون نحضر اللوش نتاعي. سي بون بقبقت ici. ناخذو لافيرين نتاعنا ونصبو. نصبو لانكا خاطر مازلت عنا الكريمة باش تتحط. ديما نحاولو نعملو هكا باش تولي قد قد. ديما العصيدة تتصب بجارية خاطر إذا يبست ما عادش نجمو نصبوها. سي بون لي سيفيرين نتاعنا حاضرين. نخليوهم يرتاحوا شوية ونرجعو لكم. ما بالك يا بلادي ورجعنا لكم. توا باش نحضروا مع بعضنا الكريمة. نعاود نفكركم شنو اللي فيها. فيها إيتر حليب، حكة حليب كونسنتري، أربع عظمات وأربع معارف إنشاء. دونك ناخذ الريسيبيون نحطو فيها لتر حليب و الحليب كونسنتري. خليهم يتحلوا مع بعضهم. حطوها مع الغاز. انتروتون ناخذ الاربع عظمات واربع معارف انشاء نحلهم مع بعضهم. ديما العظم منشاء يتحل مع بعضه. ناخذ شويه على الغاز. سي بون نحضر الفوي نتاعي هكيتا. حلو بالقدا بالقدا العظم منشي كيما تشوفوا معايا انشي والعظم تحلو. هنا الحليب والحليب كونسنتري كيف كيف تحلو مع بعضهم. نزيدوهم هذوما.
الماء. دونك هذا كريمتنا العادية كريمة البيضة. كان عندكم أغوم فاني، أغوم كاسيس، فرامبواز، أي حاجة تجم تزيدها تعطي جو بني، حتى كان ماهيش مع عصيدة الفستق. كما تشوفوا فيا الكريمة متاعنا حاضرة، ماهيش مكعبرة لا حتى شيء. نعطيكم أستوس صغيرة باش أي حاجة ليكيد باش تولي دونس ما تكعبر الكمش، ديما بالفوي والا بالمغرفه اللي عندك ديما تخلط فرد سونس، مش سونس هكا وسونس هكا، سونس كونترير، ديما دون لو ميم سونس، ما فيها لا كعبر لا شيء. ديجا كريمتنا حاضره، نطفيو عليها، بدات تبقبق، نطفيو عليها ونتقابلوا في الدراساج فينال. ما بانك يا بلادي، كما تشوفوا ديسير نتاع اليوم حضر اللي هو عصيده فستق. خرجنا من الكونسيبت كلاسيك عصيده بوفريوا والا عصيده زقوقو. ان شاء الله تكون حلقه اليوم عجبتكم، وما تنساوش باش تجربوها في سيدي رمضان والا في سير الايام. وكي العاده ما تنساوش باش تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا سوغ فيسبوك صافي ما بانك يا بلادي. شاي طيبه.